السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا الثالثة في موضوع الإنشاءات للمرحلة الثالثة قسم هندسة العمارة في كلية الهندسة جامعة المثنى. اليوم محاضرتنا تتضمن مثال تطبيقي لخطوات تصميم السقوف باتجاه المصمم باتجاه واحد والميز لاف. راح نربط بالمحاضرة الثانية اللي كانت عبارة عن procedures الخاصة بتصميم design of the one-way slab. فالمثال هو using the ACI code design for a warehouse a continuous one-way solid slab supported on beams 4 meter apart as shown in the figure. Assume that the beam web are 300 centimeter wide. The dead load is 425 kilogram per square meter, in addition to the self weight of the slab, and the live load is 318 kilogram per square meter. You can use the F prime C of 250 kilogram per square centimeter, and the FY yield strength of steel of 4200 kilogram per square centimeters. المثال هنا يتطرق إلى هو يطلب تصميم سقف لمخزن لونوي سلاب مستمرة مسندة على جسور. فضاءات الجسور هي بطول 4 متر كما موضح في الشكل اللي سنشرحه نشوفه بعد شوية. هنا يقول نفرض أو أفرض هنا ذا ذا بيم ويب, إنه الويب مال البيم أو عرض البيم هو 300 سنتيمتر وايد. هذا 300 مهم ليش؟ يعني حتى بعدين أحسب أنها كلير سبان, عرض البيم الويب of beam is very important to calculate the clear span of the slab. عرض البيم أو عرض الويب للبيم مهم جدا أن يعطى في السؤال لأجل احتساب الكلير سبان للسلاب. واضح؟ هنا يقول dead load, منطين dead load أحمال الميتة منطينها 425 كيلوغرام لكل متر مربع, بالإضافة إلى الوزن الذاتي لمن self weight in addition to self weight of slab. معناه شنو هنا يقوله؟ عندك أنت معناها هاي ملاحظة جدا مهمة. إذا قال لك بالسؤال the dead load is including the self weight of the slab, معناه شنو؟ الوزن الذاتي للسلاب ما ينحسب. اما هنا شو يقول لك؟ هنا يقول لك 425 in addition to the self weight of the slab, 425 مضافا الها الوزن الذاتي لمن السلاب. واضح؟ فلازم شنو اثناء حل السؤال ان شاء الله نجي عليها, هو احتساب الوزن الذاتي للسلاب ومن ثم اضافته الى الوزن الميت المعطى اصلا في السؤال. بالإضافة ذاك نطلع شنو؟ and the live load is منطيني أيضا live load مقدار 318 كيلوغرام بكل متر مربع. إذن عندي آني الفضاء الكلي لكل سلاب هو 4 متر, عرض البيم الذي يسند أو الذي تستند عليه السلاب هو عرض الويب مالته 300 سنتيمتر, وعندي أحمال حية مقدار 318 كيلوغرام لكل متر مربع, وعندي أحمال ميتة 425 كيلوغرام لكل متر مربع. بالإضافة لذلك يجب أن نحتسب شنو؟ نحتسب مقدار الأحمال الميتة الخاصة بالوزن الذاتي لمن السلاب. أنطانا معلومات مهمة أيضا هي مقاومة الخرسانة, أنطاناها 250 كيلوغرام بكل سنتيمتر مربع, وأنطانا مقاومة الخضوع الحديد مقدار 4200 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع. بمناسبة عندكم هنا
الوحدات مو في المشكلة. مثلا أنا قد أستخدم الميجا باسكال اللي هي عبارة عن نيوتن لكل سكوير مليمتر، فقد أكون مستخدم مثلا 23 أو 25 أو 30 ميجا باسكال F برايم C، وقد أستخدم 420 ميجا باسكال أو 425 ميجا باسكال 24 ميجا باسكال أزيل سترينث فور ستيل. واضح؟ فلازم تنتبه إنه الوحدات شنو، وحدات تكون متساوية لجميع لجميع المعلومات أو لجميع البرامترز الخاصة بالسؤال. فالسؤال نجهز لو نجاع الشكل، هذا هو الوير هاوس، هذا السلابس، هذا بدنا نشوفه. طبعا هاي المفروض ترسم بعدين يعني، وهذا أيضا تي هنا 18 سنتيمتر بعدين، لكن هو الوير هاوس هذا. مثل ما نلاحظ انه كل الفضاءات قد مقدارها 4 متر، وكل الفضاءات القصيرة طبعا، وكل الفضاءات الطويلة قد مقدارها 8 متر. اذا الفضاءات شنو معناها؟ متشابهة. الفضاءات متشابهة والبناية اصلا متشابهة، واضح؟ والبناية ايضا اصلا متشابهة، وبالتالي راح يسهل عليه عملية التصوير. زين، نجي حسب البروسيجر اللي أخذناه بالمحاضرة الثانية، أول خطوة نأخذها هي شنو؟ نفترض أنه عندي ستريب أو شريحة من السلاب عرضها 1 متر وطولها هو نفس طول فضاء السلاب. الخطوة الأولى هو تحديد شريحة على السلاب عرضها 1 متر وطولها يساوي طول الفضاء الخاص بالسلاب. فمثل ما تلاحظون هنا، هنا استخدمت اني اختاريت شريحة لا على التعيين، في اي مكان ممكن استخدمها هنا، في اي مكان ممكن استخدمها الشريحة، استخدمتها بعرض 1 متر وفضائها سنرون هذا سلاب وهذا سلاب وهذا سلاب وهذا سلاب. ما دام اكو سبورت معنا شنو صار؟ سلاب منفصل. قد يكون بعضكم ليش ما استخدم هذا كله سلاب؟ لا هذا مو صحيح، لان هذا عدا شنو، هذا شوكت استخدم كله سلاب، فيما لو ذني البيمز الداخلية كلها ما موجودة، فيكون مسند وين؟ مسند على فقط 4 بيمز، وبالتالي هذا ممكن شنو يستخدم كله سلاب. لكن ما دام جزء وصار بإسناد 4 جهات، فكل واحد من هاي الزونات، كل واحد من هاي المستطيلات هو يعتبر سلاب بحد ذاته، يحتاج تصميم. نعم، لاحقا إن شاء الله نشوف التصميم، شوف فيها هو يعني بأمان أكثر هو شنو يعمم لأغراض سهولة العمل والدقة وعدم وتلافي الأخطاء أثناء العمل. فأول خطوة أو بالبروسيجر اللي في تصميم السلاب هو اختيار شريحة بعرض 1 متر وبطول هو نفس طول الفضاء القصير للسلاب. زين، الخطوة الثانية هي select slab thickness. حسب المعادلات أو الكود الـ ACI code يفرض علينا انه الـ one way slab thickness مالت الحد الادنى طبعا لسمك السلاب، الحد الادنى لسمك السلاب حسب نوع السبورت وحسب نوع النهايات الخاصة بالسلاب. فاذا كان simple supported فالحد الادنى هو شقد؟ 1/20، و one end continuous 1/24، عفوا سوري 24، و both ends continuous L/28 و cantilever L/10. بالنسبة ان احنا simple supported، لا مو simple supported، اذا شنو الواحد على 20 وهمة. بالنسبة ان هل هو cantilever؟ لا ما عندي cantilever. زين، بدنا نشوف السعديان هنا، ما عندي اي cantilever الرسم، ما كانت ليفر، واضح. عندي اني شنو
عندي حالتين، عندي حالة one end continuous وعندي حالة both end continuous. وينها هاي؟ لو نجي نشوف هاي مثلا one end continuous، فمستمرة من جهة وغير مستمرة من جهة ثانية، وعندي هذه الحالات هنا وهنا وهنا، هاي شنو؟ both end continuous، both end continuous. واضح؟ فعندي one end continuous وعندي both end continuous. بما انه القسم على رقم كبير تنطيني رقم صغير، اذا معناها thickness راح يقل، وانا شنو اكون بالامان، فش استخدم؟ استخدم الواحد على 24. يعني ماكو داعي شيء، كان الرأي من بينه يكون متقسم على رقم كبير راح يكون رقم صغير، وبالتالي شنو هذا اهمل هذا الموضوع. فالافضل شو استخدم؟ استخدم هو ال L على 24. واضح؟ ان هذا حد الادنى المن لل thickness. فنجي هنا نطبق القانون. The clear span length L انا شو يساوي؟ ها قبل شوي قلت لكم عرض الويب للبيم جدا مهم. ليش؟ لاحتساب، لغرض احتساب ال clear span of slab. ال هنا العرض الكلي شقد؟ 4 متر. شو يروح منها شقد عندي انا؟ الويب او عرض البيم شقد؟ 300 سنتيمتر. زين هنا من السنتر الى السنتر شقد؟ نص 300 شقد؟ 150. نص 300 منها ايضا 150. اذا 4 ناقص 0.3، صح؟ 4 ناقص 0.3 فيكون الكلير سبان شقد؟ يكون الكلير سبان 3.7 متر، 3.7 meters. واضح؟ زين بناء على هذا استخرجنا شنو قيمة ال LN clear span، فيبقى نقسمه مرة على 28 ومرة على 24، فماكو داعي على 28 مثل ما قلنا، اعتبر انه على رقم كبير راح يكون اصغر، احنا نريد نكون بالامان اكثر. فال L يقسم على 24 اللي هو 400 على 24 الناتج طبعا حيكون 15.4، لكن هنا اخذنا ايضا حتى نكون بالامان اكثر، اخذنا العرض الكلي او الفضاء الكلي هو 400 تقسيم 400 سنتيمتر تقسيم 20 24، راح يطلع عندي 16.67. اقربها للاكبر فراح يكون عندي شقد الثيكنس المقترح هسه شقد؟ 18 سنتيمتر. هذا بعدين لاحقا راح نشيك انه حسب البروسيدر، ايضا راح نشيك انه هذا اوكي بالشير لو مو اوكي. اذا مو اوكي معناه لازم نزيد الثيكنس، واذا اوكي معناه شنو؟ شلون كامل ونكمل في باقي الفقرات. الخطوة الثانية هي ايجاد، الخطوة الثانية هي ايجاد سمك السلاب. كيف يتم ايجاد سمك السلاب؟ بحاصل قسمة فضاء السلاب على 24 او على 28 حسب قواعد الكود الامريكي. واضح؟ حسب قواعد الكود الامريكي بنقسم الفضاء الخاص بالسلاب على 24 او على 28 او على 10 حسب حسب نوع السبورت وحسب نوع الاند كونتينوس، بوث اند كونتينوس وان اند كونتينوس او كانت ليبر او سمبل سبورتد. واضح؟ نقرب دائما الرقم الى اكبر رقم صحيح، نقرب دائما الى اكبر وليس اصغر. دائما دائما نكبر الهيتش مينيمم الحد الادنى للسمك او قطر البار او العزوم او الاجهادات الى اقرب اكبر رقم صحيح، الى اقرب اكبر رقم صحيح. اوكي؟ فتم تقريب 16.67 سنتيمتر المن الى رقم صحيح هو مقدار 18. ماشي؟ زين الخطوة الثالثة هي احتساب الحمل الاقصى المسلط على الشريحة. الخطوة الثالثة هي احتساب
الحمل الأقصى المسلط على الشريحة. احنا بالسؤال من طيني هو قايل لي انه الديد لود المسلط قد 425 كيلوغرام لكل متر مربع، واللايف لود من طينيات 318 كيلوغرام لكل متر مربع. لكن قال لي انه الديد لود اضافة الى 425 اكو شنو هو اكو وزن الذات المن الخاص بال الوزن الذاتي الخاص بالسلاب، واضح؟ فعدي الوزن الذاتي للسلاب شو يساوي؟ سمك السلاب ايش قد؟ 180 ملم او 18 سنتيمتر او 0.18 متر. زين؟ في 2.5 هاي شنو 2.5؟ هاي كثافة الكونكريت. واضح؟ 2.5 هي كثافة الكونكريت. زين؟ بالطن لكل متر مكعب. 2.5 هي كثافة الكونكريت بالطن لكل متر مكعب. فا او بوينت ايش يطلع لنا عندي 0.45 طن لكل متر مربع. اذا الوزن الخاص بالسلاب هو مقداره 0.45 طن لكل متر مربع. زين، اذا الدبليو التيميت راح يساوي عندي 1.2 ديد لود زائد 1.6 لايف لود. الديد لود عندي انا 425 تقسيم 1000 حتى حول للطن يصير 0.425. عندي 0.45 اللي هو وزن الذات المن للسلاب زائد 1.6 في 0.318 بيعطيني اول سؤال بيعطيني قال لي لايف لود قد 318 كيلوغرام لكل متر مربع، فانا استخدمت قسمت على 0.318 يطلع الناتج الكلي للحمل الأقصى المسلط الفاكتورد ألتميت لود أبلايد زين on the roof or on the slab is 1.56 طن لكل متر مربع، مقداره مرة و 56 1.56 طن لكل متر مربع، واضح؟ for a strip 1 meter wide the ultimate yield 1.56 ton لكم مربع. الان العمليه اصبحت شبه سهله باعتبار انه الفاكتورات مال المومنت هسه نجي نشرحها ان شاء الله، الفاكتورات مال الشيء ايضا نجي نشرحها، فالقضيه صارت اصبحت سهله. استخرجنا الحد الادنى للسمك، الخطوه الثانيه استخرجنا قيمه الحمل الاقصى المسلط باعتبارها one-way slab، واستخرجنا بعدين الفاكتور لايف لود والفاكتور ديد لود وجمعناهم، واستخرجنا قيمة الحمل الأقصى المسلط اللي مقدار طلع 1.56 طن لكل متر مربع، واضح؟ 1.56 طن لكل متر مربع. زين، النوب هسه شنو نجي الخطوة الرابعة evaluate the maximum factor shear force and bending moment in this strip. هنا راح نشيك أيهما يعني الحمل القص قوة القص القصوى الأكبر المسلط حتى نصمم عليها الشير فورس، وكذلك الحمل اللايف لود عفوا ونشيك أيضا شنو نشيك المومنت المسلط أيضا على من على السلابس، نأخذ القيمة الأكبر ونصمم عليها. زين، لا تذكرون بالمحاضرة الثانية أخذنا هذا الفقرات، هاي القيم التقريبية لاستخراج العزوم للفضاءات حسب إسنادها وحسب السبورت الموجود عندي هنا. فتلاحظون هنا مثلا عفوا هنا عندي هاي حالات سمبل سبورت بين ايش عندنا صفر بالمساند، هاي مثلا قصدي هنا هاي سمبل سبورت، لكن عندك هنا اكو عندك عزوم انا هذا فيكست اند، لكن الاختلاف هنا عندك وان اند كونتينوس، هاي هنا شنو اكثر من وان اند كونتينوس عندك كان مستمر العمليه، وهذا الحال شنو تطابق الحاله الخاصه بينا. نرجع على السؤال مالتنا نشوف ايش كم فضاءنا، 1 2 3 4 5 6 فضاءات، وبالتالي ينطبق عليها
الفيجر دي، فراح نشتغل بالفيجر دي ونستخرج قيم العزوم وقيم القص. طبعا القص ما عندك مشكلة، L على 2 أو 1.15 L على 2 الفاكتور مالته، فما عندك مشكلة بالنسبة لل بالنسبة للقص. دائما إذا أريد نشيك عندك هاي L على 2 هاي 1.15، إذن هاي القيمة شنو هتكون أكبر. واضح؟ زين، نيجي هسه نحدد النقاط اللي راح نحتسب بيها شنو، اللي راح نحتسب بيها العزوم و قوة القص. زين، هذا السلاب حددنا احنا 0.18 متر، هذا الثيكنس مو نهائي، قد اثناء الحل بعد التدقيق ويشير قد يحتاج الى تكبير، فانا ما اصغره باعتبار اعتبره الحد الادنى، لكن ممكن اكبر. واضح؟ لكن ممكن شنو اكبره بس ما اصغره thickness of slab. زين، فهاي السبورت الاول اي، هذا الميد سبان بي، سبورت الثاني سي، الحافه الثانيه للكولوم اعتبرناها دي، الميد سبان اي لو نكمل باعتبار الماتيريال سيمتري راح انه ما بدا بعد نكمل البقيه، ناخذ نص الفضاء ونكمل مضروس، ناخذ نص، أخذنا فقط هذا النص، لأن هذا النص يشبه تماما هذا النص، هذا يشبه هذا، وهذا يشبه هذا، وهذا يشبه هذا، وهذا يشبه هذا. زين، هسه حددنا النقاط وحددنا الفاكتورات اللي نحتاجها هي D و E، سوينا جدول هنا، طبعا حددنا النقاط B 1/24 1/14، تلاحظون من جهة هاي 1/24 1/14 موجب ناقص 1/10 اللي هو هذا، ويجي وراء المفروض ناقص 1/11، تمام. وعندك هنا 1/10، عندكنا 1/16 يستمر بقية، تلاحظون يبقى تشابه لان شنو اعتبار انه متشابه. فهذا الجدول ممكن نسوي بالاخير، ممكن ما نسوي، بس هذا التسهيل العمل مالتنا، فممكن نشتغل في الصيغة هاي. طبعا هاي النقاط احنا حددناها، هاي الفاكتورة اخذناها من الفقرات اللي اصلا مطلوبة من عندنا، والعزوم لو نجي شلون نحسب قيمة هذا العزم، هل تتذكرون؟ نرجع المحاضرة 2، عندي أنا تمام، لو فرضا عندي الام يساوي W ultimate في LN تربيع على 9. واضح؟ الدبليو هنجي طلعنا بالسلاب مالتنا 1.56 طن. واضح؟ 1.56 طن لكم المربع، تمام. زين، الال هنجي حسبنا قلنا 4 ماينس 0.15 من هاي الجهة ماينس 0.15 من الجهة الاخرى، فش يصير عندي؟ يصير عندي 3.7 اللي يتم احتسابه، اللي هو هذا 4.3.7. إذن عندك ال M ultimate يساوي ال W ultimate في ال في ال W عفوا في ال L N square على 9، فهذا 9 هو فاكتور، الفاكتور 9 و10 و11 و16 و24 و12 حسب المكان مالته وحسب التقريب اللي احنا نستخدمه. واضح شباب؟ فآلية أو إمكانية احتساب المومنت هو بهذه الطريقة. W ultimate قد استخرج أصلا اللي هو جاي من 1.2 dead load 1.6 live load، ال LN أيضا قد استخرج اللي هو قيمته الفضاء الكلي مطروح منه عرض الويب
of beam عرض الجسر نفسه، وبالتالي أنا عندي عرض البيم معطى بالسؤال 300 مليمتر، العفو 300 مليمتر أو 30 سنتيمتر عرض البيم. فطرحنا منها 15 من 15 كلير سبان، وبالتالي راح يصير عندي كلير سبان هو 3.7، في حين تمام. الشيء لو تلاحظون مرة على 2 مرة 1.15 WL على 2 مرة WL على 2 أيهما أكبر؟ أكيد الـ 1.15. يعني دائما شو نصمم؟ نصمم على أكبر قيمة للشير على أكبر قيمة لمن؟ للمومنت. واضح؟ فالـ W أيضا معلومة، الـ L أيضا معلومة، 1.15 هي فاكتور والاثنين هي بس القسمة، فنستخرج قيمة الشير. بس راح نجي نشوف شلون نحتسبها. تمام. فهسه لو بس عودة سريعة، الخطوة الأولى هي اختيار شريحة بعرض 1 متر وبطول، هو طول قصير يساوي طول قصير للبناية. 2 اختيار السمك للسلاب بناء على معطيات أو متطلبات الكود، اللي هو وحسب نوع السبورت وحسب الاند كونتينوس. إذا عندي سيمبل سبورت فهي طول الفضاء الكلي على 20، إذا كان اند كونتينوس فهي طول الفضاء الكلي على 24، وعلى إذا بوث اند كونتينوس L على 28، وإذا كانت ليبرالي L على 10. واضح؟ هذا اللي سويناه. واختارينا قيمة السلاب ثيكنس، وقلنا نكبر السلاب ثيكنس إلى أكبر قيمة صحيحة. بعدين احتسبنا قيمة W ultimate اللي هو عبارة عن وزن الميت الديد لود المعطى في السؤال، قاسة تعرف التحويل للطلة أكثر ولا أقل، والوزن الوزن الحمل الحي أيضا معطى في السؤال 18 كيلوغرام لكل متر مربع. ف 1.2 dead load و 1.7 live عفوا 1.2 dead load و 1.6 live load. نستخرج قيمة الحمل الكلي الأقصى المسلط على الشريحة 1.56 طن لكل متر مربع. واضح؟ بعدين راح نشيك نحتسب قيمة الشير ونحتسب قيمة العزوم حسب الفاكتورات المعطاة في الطريقة المحددات الـ ACI code، ونستخرج أكبر قيمة عزم وأكبر قيمة شير حتى نصمم عليها السلاب. سمينا نقاط بناء على الوجه مال مساند او السبورت الخاص بالسلاب، وكذلك الميد سبان او سلاب. زين، هنا قلنا هذا الجدول مو مهم جدا لكن ضروري حتى واحد يلخص الشغل مالته ويكون كل شيء مبين قدامه. واضح؟ هنا قلنا تحديد الحد الأدنى لسمك السلاب هو ليس نهاية المطاف، وإنما يعني يجي وراء تدقيق يدقق هل إن هذا السمك يكفي لتحمل قوة القصر المسلطة أم لا. فإذا كانت قوة القص المسلطة أقل من مقاومة السلاب إذن ما يحصل عنده شيء، لكن إذا كانت مقاومة القص أو العفو قوة القص المسلطة هي أكبر من مقاومة القص، فيجب ذلك الوقت شنو؟ زيادة سمك السلاب. إذا كانت قوة القص المسلطة أكبر من مقاومة السلاب فيجب عند ذلك شنو؟ زيادة سمك السلاب. ماشي؟ زين، فأول خطوة سويناها حسبنا قيمة شنو؟ حسبنا قيمة الدي. الدي شو يساوي؟ 18 ناقص 2 تجيون شنو 18؟ ال 18 هي سمك السلاب، ال 2 شنو؟ هو الكوفر اوف كونكريت.
ناقصا 0.6 اللي هو عفوا التسليح، فيطلع عندي الافكتيف دي، الافكتيف ديبث تجد 15.4 سنتيمتر اسيومينج فاي 12 مليمتر بار، فال 6 مليمتر او 0.6 سنتيمتر هي هاف ديامتر اوف 12، فاثنين هي الكونكريت كفر، وستة هي نصف قطر حديد التسليح. فالفي التيميت ماكس قلنا جد ناخذها 1.15 ال ان في الدبليو، فالدبليو التيميت اعترض على ال عفوا 1.15 على 2 في دبليو التيميت 1.56، الاعلان هو 3.7، فنستخرج قيمة الشير الكلي جد 3.32. ما بدا احتسب القيمه الثانيه اللي هي عباره اصلا شنو 1.56 في 3.75 على 2، اكيد راح تطلع شنو اقل من 3.32. واضح زين. ال 5 في سي يساوي 0.85 معادله هاي معطاه شاط اعطى ايضا الامتحان في 0.53 فاكتور في تحت الجذر اف برايم سي 250 معطاه في البي اللي هو 100 في الدي اللي هو تبع حسابة 15.4 تقسيم ألف لأغراض التحويل يساوي 10.97. إذن الـ 5VC قيمته 10.97 زين. الـ 5VC اللي هو مقاومة يمثل الـ 5VC اللي هو يمثل مقاومة السلاب، إيش قد مقاومة السلاب 10.97، هل هو أصغر أو أكبر من القوة القاصة المسلطة؟ بالتأكيد هو أكبر بثلاث أضعاف تقريبا من القوة المسلطة على السلاب. إذن هل 18 سنتيمتر يكفي أو لا يكفي كسمك للسلاب؟ بالتأكيد يكفي ولا يحتاج إلى زيادة. واضح؟ إذن هسه حاليا ثبتنا نقطة مهمة جدا، هي أن سمك السلاب لا يحتاج أكثر من 18 سنتيمتر. واضح زين. نجي إلى design of flexure بعد ما حددنا سمك السلاب، بعد ما تأكدنا أن سمك السلاب ما يحتاج بعد زيادة، نجي هسه فقط حديد التسليح الخاص بالفلكشر وحديد التسليح الخاص بمن بالشير. design of flexure and shrinkage reinforcement. Steel reinforcement ratios are then calculated and to be checked. مثل ما احنا علمناكم بديزاين اوف بيم ومثل ما طرقنا بالمحاضره الثانيه، بانه عندي ماكسيمم وعندي مينيمم رينفورسمنت ريشيو، هاي تعتمد على الرو بالانس وعلى معادلات ايضا نحتسبها، يجب ان نحتسبها. فعندي قيمه الرو شو يساوي؟ الرو هي 0.85 اف برايم سي دي من 250 كيلوغرام لكل متر مربع، على الاف واي منطينها 4200 معطات كيلوغرام لكل 6 سنتيمتر مربع، وهنا 250 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع. واحد ناقص تحت الجذر الكل ناقص هذا واحد ناقص 2.61 في 10 5 في الام التيميت في الرو بي في بي دي سكوير على اف برايم سي. هنا عندي ال 2.61 العزم الاقصى، من اجيب العزم الاقصى؟ تم احتساب اصلا من الفاكتورات، فناخذ لو نحتاج هنا كل مكان المكان ممكن شنو ناخذ 0.89 نطبقه هنا، هاي المره الاولى ناخذ 0.52 يطبق هنا، وناخذ 1.2
2.35 وهكذا وهكذا نستخدم شنو نبدأ نحتسب شنو قيمة الرو لكل قيمة عزم. البي 100 سنتيمتر، الدي 15 مثل ما حسبناها قبل شوية 15.4 سنتيمتر، اف رايم 250، والام التيميت راح يتغير حسب مكان ام سبورت او بالميد سبار. زين مينيمم رينفورسمنت اللي هو جينا 0.0018 هاي ثابتة في الرو في البي في الدي. انا ما استخدم الدي، شو استخدم؟ استخدم الهيتش كله الثيكنس كله ف 0.0018 في 100 في 18 يكون عندي 3.24 سنتيمتر لكم مربع. هذا الحد الادنى للتسليح المطلوب في للسلاب. نجي الحد الاعلى للتسليح المطلوب المن للسلاب 3 quarters of row balance 0.75 في 0.0225 يساوي 0.0191. فمعناها اني المفروض الرو اللي استخرجها من هذه المعادلة لا تقل عن 3.24، لا تقل عن 0.0018 ولا تزيد عن 0.0191. واضح؟ لا تزيد عن 0.0018 ولا تقل، عفوا، لا تقل عن 0.0018 ولا تزيد عن 0.0191. واضح؟ زين هنا كاكل دي شرينكج انفورسمنت اللي هو حددنا شرينكج انفورسمنت 0.018 انها هاي رو، هاي المية هي البي، وهذا الدي. هنا مدى يستخدم الدي اعتبارنا اصلا هذا حد ادنى، ايش دي يستخدم؟ يستخدم الهيش نفسه اللي هو الثيكنس او السلاب مباشره، ما راح افرق الدوايه، فيطلع عنده 3.24 سنتيمتر سكوير سنتيمتر لكل متر. هنا بعد ما قمنا باستخراج قيمه الاري اوف ستيل لازم نحسب نختار البار ديامتر قطر حديد التسليح. فبالنسبة عادة بالنسبة للشرينكج أو الحد الأدنى، ما هو الحد الأدنى؟ فبالإمكان استخدام قطر حديد التسليح 10 مليمتر أو اختيار 12 مليمتر. هنا أنا بهذا السؤال راح أختار 10 مليمتر. هنا من جت 20 سنتيمتر، هاي على اعتبار انه عندي انا عندي عرض ايش قد 100 سنتيمتر. زين ف وعندي هنا الاريا مال قطر حديد التسليح الواحد، اقسمها على حديد التسليح الكلي يطلع عدد البارز الكلي. واحد متر عرض السلاب، عرض الشريحة عفوا، مقسوم على عدد قضبان حديد التسليح، راح اقدر استخرج شنو قيمة المسافة الخاصة او السبيسينج الخاصة بين قضبان حديد التسليح. واضح؟ زين هنا بس كمثال راح اعطيكم اياها هسه عمود تصير عندكم عملية واضحة جدا. عندي واحد من الازم هو 1.94، لو نرجع للجدول هذا 1.94 0.85 f prime c 250 4200 2.61 في 10 اس 5 في 1.94 العزم 1.94 في البي 100 في الـ D 15.4 في الـ H 250 تم استخدامها، فتطلع الـ Total Area of Steel 3.39. زين دينجي عندك الـ Minimum Area of Steel 3.24، هاي شنو 3. هاي أكبر، إذن ما عنده مشكلة. أجي أقارن ويل أكبر الـ Raw Maximum 3.24 الرو ماكسيمم 0.019
يعني لو اجي احسبها 0.0191 في البي في 15.4 حتى على الماكسيموم اعتبارها، اذا 29 طبعا المساحة كلش حيكون كبيرة 0.0191 في 100 في 18 ويساوي 34. هاي حد الأدنانة. إذن كمثال استخرجنا قيمة الرو حتى الجذر 0.0022 هي أكبر من 0.018 وأقل ثقافة من وأقل قيمة عفوا وأقل قيمة هي 0.002 أقل من 0.019. إذن قيمة النسبة الحالية التسليح هي أعلى من الحد الأدنى وأقل من الحد الأقصى. في الأريا أوف ستيدنا أطلع جي أدي 3.39 سنتيمتر لكل متر باختيار أنه فاي 10 الديامتر أوف بار. راح نستخرج عدد البارز عرض الشريحة 1 متر مقسوم على عدد أو الأريا أوف ستيل الكلية. نجيب 10 ملم يد مساحته نصف قطعة تربيع في 3.14 25 في 3.14 تطلع المساحة جيد ما قطعة هذا السلاح 78.5 79. هذا دائما نستعمل في الأريا أوف ستيل قداني لا عفوا بالسنتيمتر 10.1 تقسيم 2 0.5 في 3.14 0.79 عندي أقول 3.39 تقسيم 0.79 ويساوي 4. يطلع عندي لو تقسمون يطلع عندك عدد قضبان حتى تستهش قد يطلع لكم 4.3. ما عندي أنا ما عندي 3/3 حي التسليح، فش دائما أقربها إلى أكبر عدد رقم صحيح. هم كما 4/3 استخدم 5 قضبان حي التسليح وبالتالي صار عندي عدد كل 5. فلو اجي انا اقسم 100 سنتيمتر تقسيم 5 قضبان حي التسليح راح يطلع عندي شنو؟ يطلع مسافة قد 20 سنتيمتر بين قضيب وقضيب تسليح اخر. هنا عندي تبقى عملية تشيك فور بار سبيسينج. قلنا بالنسبة للمين رينفورسمنت المفروض المسافة بيناتهم ما تتجاوز 3 في سمك السلاب ويساوي 54 و 45 أيهما أقل. فالمسافة عند 20 فهي أقل من 54 وأقل من 45 فما عندنا مشكلة بيها. أتشيك أيضا بالنسبة للشرينكج رينفورسمنت سبيسينج المفروض ما تتجاوز 5 في سمك السلاب 5 في 18 90 أو 45 أيهما أقل. وانا عندي مسافة عندي ايضا 10 مليمتر يعني عفوا 20 فهي ايضا شنو؟ فهي ايضا اقل من الحد المطلوب. اخر نقطة هي شنو؟ نرسم مقطع زين للسلاب ونرسم الرسم. ها اعتقد اتكون انطيتكم اياها موجودة بالمحاضرة رقم 2. فأنت بس شنو من يمك
بس راح تخلي قطر حديد التسليح ومسافة للتوزيع. هذا هو موجود، زين هذا كله موجود. هاي المسافات ايضا اكو مقطعات، واضح شباب. وبعد ما رسمناها حددنا عليها تفاصيل او details of reinforcement، ممكن ايضا بالبلان ترسم بهذا الطريقة. انا بالنسبة لحد يعني بالنسبة لكم ترسم للبلان او ترسم للسكشن، انا افضل السكشن ترسم ليها بالامتحان ان شاء الله، فهذا يكون افضل. لكن بالهوم وركات لا لا، حطوا ما عندكم اثنين ترسمون، ترسمون البلان ترسمون السكشنز. اوكي شباب، فهسه عادة على بدء كملخص سريع جدا لهذا المثال. هذا مثال تطبيقي جدا لعملية تصميم one way slab لwarehouse، منطين التفاصيل مالته، البناية symmetry، فضاءات كلها متساوية، فما عندي اي مشكلة. السبورت مالته fix support، وبالتالي موسم بسبب حتى اخذ من الاعتبار عندما اخذ thickness of slab. عندي اكثر من 1/8 continuous، وبالتالي راح القضية تختلف عندي بحسابات مالتي. فاول اختيار هو شنو، اختيار عرض الشريحة ومكان الشريحة بعرض 1 متر، وبطول هو طول الفضاء القصير للسلاب. بعد ذلك اختيار thickness of slab بناء على المعطيات او متطلبات الكود حسب نوع السبورت وحسب الاند كونتينوس اذا واذا كان كانتيليفر او لا. فبالنسبة للكيس مالتنا اكثر من اند كونتينوس وعندي fixed end، فالكيس مالتي هي L على 24، فاستخرج قيمة thickness 16 وكسر، فنقربها دائما الى اقرب رقم صحيح فنستخدم 18 سنتيمتر thickness of slab. بعد ذلك حساب ال W ultimate هو ويساوي 1.2 dead load زائد 1.6 live load. 1. dead load معطى ايضا في السؤال، لكن قل لي احسب شنو، احسب self weight of slab in addition to self weight او own slab own weight of slab. فعندي انا شنو، قضية جدا سهلة، السلاب شلون احسب، عندي thickness مال السلاب وعندي كثافة الكونكريت، فاقدر احسب شنو كثافة او وزن الذاتي للسلاب. ف 0.18 هو thickness of slab، 2.5 هو كثافة الكونكريت، فيطلع عندي الوزن الخاص بالسلاب 0.45 طن لكمه مربع. ف W ultimate راح يساوي 1.2 في مجموع الوزن المعطى في السؤال زائد الوزن الذاتي للسلاب زائد 1.6 في الحمل الكلي المعطى الحي في المعطى في السؤال، يطلع عندي الوزن الكلي 1.56 طن لكل متر مربع. فمعناها عندي انا عندي شريحة بعرض 1 متر عليها حمل مقداره 1.56 طن لكل متر. بعد ذلك هسه العملية صارت اصبحت سهلة، الكلير سبان واضح موجود عندي 3.7، الالتيميت لود 1.56 طن لكل متر. فاجي اختار الكيس المناسب من هالكيسات. انا بالنسبة لي هاي سمي سبورت باعتبار انهم تشوفون المومنت صفر بالسبورت، وبالتالي هاي سمي سبورت. هذا الاي مهمل، السي مهمل، نجي على البي او الدي. البي عندي شنو، ما عندي فقط هنا 1 and continuous، في حين انا عندي اكثر. القضية مالتي يعني بالسؤال نشوف اكو استمرارية في السلابس، وبالتالي الكيس الخاص بي هو الكيس دي، وبالتالي فاكتورات اللي احتاجها اني 1/24، 1/14، 1/10، 1/11، 1/16، وهاي حتكون مستمرة وسيمتري تشابه للبناية. بالنسبة للشير يا ما اخذ ال L على 2 في W ultimate او 1.15 W ultimate L على 2. بالتأكيد نحن دائما شو نصمم، نصمم على المساحة او القيمة الاكبر، فنستخدم 1.15 لحساب القوى القصر المسلطة، وبعد ذلك نقسم جزء البناية ونرقمها. هذا thickness of slab، هاي قيمتها A، هاي قيمتها B، او عفوا النقاط رقمتها ب A و B و C و D، حتى شنو اقدر احتسب قيمة العزوم. ممكن انا حتى ارتب شغل اسوي جدول في هالصيغة، هاي هذا الفاكتور وهذا قيمة العزم، وبعدين من
قيمة الإجازة بعد إجازة قيمة الريفورسمنت ريشيو أستخرجها هنا، وبعدين أستخرج قيمة التسليح والمينيموم ريفورسمنت اللي هو الشرينكج أيضا مينيموم، وبعد ذلك البار سايز فاي 10 والسبيسينج. فهيعطي ملخص جدا مهم أقدر أراجع عليه، وحتى بالنسبة لك أستاذ أقدر أصحح عليه بكل سهولة، ويبين الشغل عندي مرتب وما بي أخطاء ولا بي تلكوات. بعد ذلك نشيك السلاب ثيكنس فور بيم شير، عدي الفي ألتميت مثل ما قلت لكم احتسب عن طريق الفاكتور 1.5 على 2 في دبليو ألتميت ألتميت ال ان سوري، وبالتالي حتى عندي 3.32. نجي نحسب مقاومة السلاب عن طريق المعادلة المعطاة 5VC 0.85 times 250 times 100 times 5.4 divided by 1000 for converting. يطلع عندي قوة أو مقاومة القص للسلاب على وضع الحالي هو 10.97 طن، في حين القوة القص المسلطة كلها تقدر ما تزيد عن 3.32. إذا أحتاج أزيد الثيكنس، لو ما أحتاج بالتأكيد يبقى الثيكنس أوف سلاب هو 18 سنتيمتر. هاي قيمة هاي المعادلة مع الرو مهمة، 0.85 F' على FY، F' معطات، FY معطات، 0.85 هي فاكتر أيضا ضمن المعادلة، 2.61 × 10 أس 5 لغرض التحويل، في الأم ألتميت العزم اللي راح استخرجته هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا، في على البي دي سكوير، البي هو عرض الشريحة اللي هي 100 سنتيمتر أو 1000 مليمتر أو 1 متر، الدي سكوير تتم احتسابها منه 18 هو ثيكنس أوف سلاب، 2 هو كفر أوف كونكريت، 0.6 هو نصف قطر حديد التسليح، قطر جيد 12 فهو 6، فنستخرج قيمة شنو؟ قيمة LD فعلى هذا الأساس يتم احتساب المينيموم ريفورسمنت اللي هي عبارة عن مينيموم ريفورسمنت ريشو هي 0.0018، في حين الماكسيمم ريفورسمنت ريشو هي 0.75 في الرو بالانس، الرو بالانس هي طلع لنا 0.255. المعادلة مع الرو بالانس تعطى لكم في الامتحان، وهي اصلا ما عندكم غير هاي المعادلة ومعادلة الرو مينيمم والرو ماكسيمم، فان شاء الله المعادلة تعطى بالامتحان، تخاف ما اكو مشكلة ان شاء الله. في كل الأحوال قيمة هاي الرو من هاي المعادلة يجب أن لا تقل عن 0.018 وأن لا تزيد عن 0.0191، واضح؟ بعد ما استخرجنا قيمة الرو نختار القطر الحديد التسليحي المناسب، احنا اخترنا 10، فبعد حتى نستخرج قيمة الحديد أو المسافة بين قطر حديد أو قطر آخر، المساحة الكلية للحديد مقسومة على مساحة البار الواحد، نستخرج عدد الكلي لقضبان حديد التسليح، ويجب أن يقرب إلى أكبر رقم صحيح، يجب أن يكبر أو يقرب، يجب أن يقرب عدد قضبان حديد التسليح إلى أكبر رقم صحيح، واضح؟ يجب أن يقرب عدد قضبان حديد التسليح إلى أكبر عدد صحيح. هذا كمثال للاحتساب الرو كيف تم احتسابها، وهنا بعدين ندقق السبيسينج بين بارز بالنسبة للمين ريفورسمنت وبالنسبة للشرينكج أو سيكندري ريفورسمنت. بالنسبة للمين ريفورسمنت يجب أن لا تزيد عن 3 في سمك السلاب أو 5.4 وما أقل، وبالنسبة للشرينكج أو سيكندري ريفورسمنت يجب أن لا تزيد عن 5 مرات في سمك السلاب أو 5.4 وما أقل. وبكل الأحوال المسافة للسبيسينج اللي أنا اخترتها للسبيسينج يعني للمين ريفورسمنت وللسكندري أو تريكن ريفورسمنت هي 20
سنتيمتر اذا انا ما عندي مشكله ضمن الليمت اوف كول. هنا بس سكشن ممكن نرسمه نحدد تفاصيل ما احتاج اكمل باقي بعد السيمتري. فهاي التفاصيل عندي هنا هذا النيجاتيف مومنت وهذا البوزيتيف مومنت. هنا اذا عندي ساحه تصير نيجاتيف هذا اديشنال بارز هذا الفوق هنا وهذا الشرينكج ريفورسمنت وهذا شنو هذا هو المين ريفورسمنت والنقاط هاي تشوفوها هي شنو هي هاي الشرينكج او سكندري ريفورسمنت. اوكي هذا البلان موضح عليه تفاصيل التسليح ايضا وسمك السلاب اللي هو 18 سنتيمتر. وهذا فيما يخص سوى التطبيق ان شاء الله بالاسئله مالتنا ما راح تكون اعلى من هذا المستوى. واتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا لاستماعكم. مع السلامه.